تغزو البسطيات الأسواق في عموم مدن البلاد، ويقول أصحابها بأنهم لجأوا إليها بسبب فقر الحال وصعوبة الحصول على محل تجاري لغلاء بدلات الإيجار. ويؤكد مواطنون أن ازدياد نسب البطالة دفع بالكثير منهم إلى البسطيات التي عدوها ملاذا آمنا ليقتاتوا من خلالها. إلى التفاصيل. ما أن دخلت الأسواق والمناطق المزدحمة بالمارة كمرآة بالسيارات ومدن الألعاب وملاعب كرة القدم وغيرها من الأماكن، تلفت الأنظار ظاهرة انتشار أصحاب البسطيات وبكثافة. ماكو شغل، ماكو راتب، ماكو عمل، الناس يدور يلقي له شغلة صغيرة يلتهي بيها نفسه. كل مكان أكو هالقضايا، الناس شو يسوي؟ أي مثلا تسأله تقول ليش لسك شغل؟ لا أقول يقول شو أسوي؟ راتب ماكو، شغل ماكو، وين أروح؟ يعني هم محتار. ويعزى سبب انتشار هذه الظاهرة في العراق بصورة عامة إلى تزايد نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، حيث أصبحت البسطيات ملاذا آمنا لأصحاب الدخل المحدود. أبيع كنافة ودهينة. أي كنافة ودهينة، هاي أصلية، هاي الدهينة مال النجف، هاي الأصلية مال النجف يسمونها الدهينة، وهاي كنافة بالكاستر. اي متبضعين يجون هواي، يعني اكثر من المحلات، ومعاميل يعني عندي الحمد لله. اي الحمد لله اكو معاميل يعني، والعالم تفضل تجي على العرباين يعني على هالبسطيات، اسعار مناسبه يعني. اي بالمحلات وبغير اماكن اسعار غاليه يعني. الحاج ابو حسين ومنذ 20 عاما يعمل على بسطته متنقلا بين الاسواق والمحال بحثا عن لقمه العيش الكريم. تقريبا 20 سنه. صار لك 20 سنه تشتغل؟ اي بله. والله ما عندي امكانيه، لو عندي امكانيه هم اسوي بسطه احسن من هاي، يوم يطلع اي شيء. عند النظر الى عيون اصحاب هذه البسطيات كانها تقول واقعنا مرير ونحن ابناء بلد النهرين والبترول. لقناه الفلوجه امجد الكبيسي.